بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي تعتبر يعني حلقة مرتبطة بشكل أو بآخر بالحلقة السابقة، ممكن حضرتك تشوف رابط اللينك فوق. الحلقة دي هنتكلم على لمبة التشيك انجين، إزاي أنت تقدر تمسحها ببساطة. هنستعمل طريقتين، طريقة بسيطة جدا وطريقة فنية. قبل ما نبدأ في الشغل بتاعنا ببساطة شديدة عشان نبقى فاهمين بس إيه القصة دي، إحنا بنشتغل في إيه. التشيك انجين أو لمبة الماكينة، ايه اللي بتخليها اصلا تديني الاشارة او بتنور بهذا الشكل؟ زي ما احنا شايفين طبعا في اي كتالوج سيارة، زي ما احنا شايفين كده في الصفحة دي، بيقول لك ان التشيك انجين لما بتنور في النظام الانبعاثات، نظام توفير مجازا توفير البنزين او نظام حقن الوقود مش سليم، والجزء اللي مظلل باللون الازرق لو اللمبة دي نورت بشكل فلاشر او بشكل مستمر بشكل غير طبيعي، لازم السيارة تتودى للتوكيل بسرعة، لان هيبقى فيه مشكلة خطيرة. ما نهملش الموضوع ده. ايه اللي بيخلي اللمبة تنور اصلا؟ ببساطة شديدة، لو في بقى سنسور مجازا، سنسور الماب سنسور او حساس المنفل او حساس التلاجة، الاشارة بتاعته اتقطعت، الكمبيوتر بيبعت اشارة ما جاتش، معنى كده ان في مشكلة في الحساس ده. الكمبيوتر بيدخل في حاجة اسمها الاوبن لوب، بيلغي وظائف مجازا اغلب وظائف الحساسات الموجودة في السيارة، وبيمشي على البرمجة المسبقة للمصنع. بيبقى في استهلاك عالي جدا في البنزين، اداء ضعيف، الاداء مش منتظم، السيارة مش مظبوطة عامة. في بعض الاحوال تسأل واحد انت ماشي ازاي بالسيارة بالوضع ده، الشيك انجن منور، لمبة الماكينة مضاءة، يقول لا ما حساس التلاجة او حساس المنفل بايظ تالف. بيعتقد ان الحساس لما بيبوظ او بيتلف اللمبه دي بتقول له الحق في حساس معين، انما لا، هو في حساس فعلا تالف مش شغال، ولكن العربيه كمان كلها الحساسات تم الغاء وظائفها. كده احنا فهمنا القصه ايه. نعمل دلوقتي طريقتين لتمسح الموضوع ده، طريقه بسيطه بالمفتاح وطريقه بجهاز OBD2. نشوف مع بعض. اللي انا هعمله دلوقتي هنفك حساس تي بي اس، حساس الايدل، حساس الماب، حساس الاوتو سنسور. طيب دلوقتي انا فكيت اربع حساسات، هنشوف اللي حاصل ايه دلوقتي. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نطفي اللمبه دي بشكل سليم. هنتكلم على الطريقة البسيطة جدا، هنستعمل مفتاح صامي، هنفك القطب السالب او البارد زي ما احنا شايفين، نتفك طبعا كده بسهولة كده اهو، فصل. هندخل نشوف نعمل ايه بقى جوه. اللي هنعمله حط المفتاح اول تك اللي هي المفروض بتنور لي التابلو 10 ثواني فقط لا غير، ونقفل تاني. الطريقه دي طبعا سهله بسيطه، مش محتاجه اي عده ولا اي خبره. مشاكلها ايه؟ طبعا اول حاجه هتمسح لي الساعه، المحطات بتاعت الراديو هتتمسح، الازاز لو في حاله عباد مثلا زي النيسان الصني بتتمسح البرمجه بتاعت الازاز، عداد رحلات التريب 1 والتريب 2 بتتمسح، اي ذاكره انا عملتها بتتمسح في السياره. ده العيوب البسيطه. طيب العيوب بقى الثانيه المهمه الفنيه، بتعمل لي ايه؟ بتمسح لي ذاكره الكمبيوتر الخاصه بالاعطال، يعني بتمسح لي الاعطال، حاجه اسمها الفريز فريم هنشوفها، بتمسح لي امتى العطل ده حصل، امتى بالظبط. ال10 ثواني طبعا كده خلصت، هنقفل تاني اهو كده ونركب البطاريه بتاعتنا تماما، بس نركب ده كده باحكام. طبعا اهم حاجه تبقى التركيبات الكهربائيه عموما تبقى محكمه، بس ونقفل الصامولة بتاعتنا تاني. بالنسبة بقى لتركيب الأجهزة اللي زي دي أو الأجهزة البلوتوث،
او حتى الفيشه الصغيره اللي احنا شايفينها في الجنب. اماكن توصيل الفيش الاو بي دي 2 دايما بتبقى يعني 85% بتبقى موجوده هنا في المنطقه دي او دي او دي كده في المنطقه دي، او هنلاقيها في الحته اللي زي كده زي البي ام دبليو مثلا، او هنا في بعض العربات الكيا النيسان، العربات رينو بتبقى موجوده في الدرج بتاع التابلو هنا، وفي بعض الحالات بتبقى موجوده في المنطقه اللي هي هنا. هنركب الفيشه بتاعتنا اهي هنا. طبعا المحرك قلنا لازم يكون مقفول تماما، الجهاز اشتغل. نفتح الاجنيشن اون كده، المحرك واقف والعدادات شغالة. هندخل على OBD2، طبعا بيدخل على البروتوكول او النظام او السيستم الخاص بكل السيارة بتاعتنا. هندخل على الفحص، هنشوف الاكواد او الاعطال كده. قبل ما نمسح لازم نشوف العطل ايه، ما نمسحش وخلاص كده. بيقول لي ادخل على نوع السيارة، هنقول له هونداي. ادي الهونداي. طيب قال لي الاوتو سنسور، لان انا طبعا فكيت الاوتو سنسور. طيب العطل الثاني عندي اللي هو الثروتل، طبعا كنا شايلينه اصلا. ادي عطل، عطل تاني ده مش معروف، لان طبعا انا شلت حساسات كتير، فبيقول لي ارجع لي كتيب الخدمه او الصيانه. نفس الكلام ده المانيفولد، طبعا لان انا فكيته طلع لي الكود بتاعه او العطل بتاعه. طيب اوكي، هنشوف حاجه مهمه برضو دي للناس الفنيين اللي هو الفريز فريم كده، حاجه يعني بسرعه كده. الفريز فريم بتقول لي العطل ده حصل امتى. طبعا انا اللي عامل العطل يعني، بس انا عايز ايه اقول لكم الوضع شكله ازاي. ده كده شكل العطل، كانت حاره المحرك مثلا 36 39، الار بي ام، المانيفول. ده كانت في بدايه التشغيل، شايفين الار بي ام كام؟ 200، يعني عند بدايه التشغيل كانت الاعطال دي ظهرت. وفعلا انا كنت فكيت السناسر دي، فكيتها والمحرك واقف. تمام. طيب هنعمل ايه هنا؟ هنمسح الكود، هنمسح الكود كده اريز. بيقول لي انت متاكد؟ نقول له يس، وهمسح الفريز فريم يس. بس بيقول لي انا مسحت كل الاعطال. اوكي نيها كده، مفيش اي كود. اوكي طب هنعمل ايه؟ هنقفل المحرك خالص كده وبعدين نشغل تاني. التشيك انجن اتطفت، الار بي ام طبعا نزل في وضعه الطبيعي عادي خالص اهو زي ما احنا شفنا. طبعا طريقة سهلة جدا. طبعا انا ما انصحش لو انت مسحت لمبة الاعطال او لمبة التشيك انجن ونورت تاني يبقى خلاص كده اكيد في عطل، خلاص مفيش لا محالة. في الحالة دي ما تمسحهاش وتروح بقى للفني، خلي اللمبة مضاءة وروح للفني بيها بهذا الشكل، علشان لما يدخل على الفريز فريم اللي احنا شفناه يفهم بالظبط العطل جاي منين. ملحوظة بس أخيرة، لما تروح الفني خاص بالكمبيوتر يكون فاهم، لأن كتير جدا من الكومنتات بيقول لي راح ما لقاش العطل. اللايف داتا يا جماعة مهمة جدا، أنت ممكن تقراها أساسا وتفهم إيه العطل. بس ونشوفكم في حلقة جاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.